صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب هل لها دليل؟ لا، المشروع عند التثاؤب أن الإنسان يكظمه ما استطاع ولا يسمح له، لأنه من الشيطان، فإن غلبه إنه يضع يده على فمه، يضع يده على فمه ولا يظهر للصوت مثل ما يفعل بعض الناس حتى في الصلاة. بعض الناس يشوش على المصلي فيكظمه ما استطاع، فإن غلبه فإنه يضع يده على فمه ويخفف صوته مهما استطاع. نعم.